الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة وبلغه عنا تحية وسلامة وآتنا من لدنك في موالاته فضلا وإحسانا ومغفرة ورضوانا انك ذو الفضل العميم والتجاوز العظيم برحمتك يا ارحم الراحمين. في نهايه هذه الصلاه الوارده بحق الامام الكاظم سلام الله عليه على لسان اهل البيت عليهم السلام وردت هذه العبارات بانه يا الهي المؤمن يسال من الله سبحانه وتعالى بان يبلغه عن الامام الكاظم سلام الله عليه او يبلغ الامام الكاظم سلام الله عليه عنه التحية والسلام أن يوصل تحيته وسلامه للإمام موسى بن جعفر عليه السلام هذه أيضا من الأمور والمفاهيم التي وردت الإشارة إليها في زيارات أهل البيت عليهم السلام بأنك أيها المؤمن أيها الزائر عندما تقف على هذا القبر الشريف للإمام الكاظم أو لأهل البيت عليهم السلام أو حتى في بيتك في دارك حتى في محل عملك عندما تسلم عليهم هذا السلام يصل اليهم ولكن يحتاج الى توفيق، يحتاج الى ان يسال الداعي المسلم من الله سبحانه وتعالى بان يوصل هذا السلام الى الامام الكاظم، يوصل هذا السلام الى اهل البيت عليهم السلام، لا يجعل هذا السلام محجوبا عنهم سلام الله عليهم بسبب كثره الذنوب، بسبب كثره المعاصي التي يرتكبها الانسان. فإذا يحتاج الى دعاء، يحتاج الى توفيق ويحتاج الى التزام من المؤمن حتى يوصل هذا السلام، الله سبحانه وتعالى يوصل سلامه الى اهل البيت عليهم السلام. لاحظوا هذه الاشاره التي وردت في زياره رسول الله صلى الله عليه واله بانه اذا اردت الدخول فقف على الباب وقل: اللهم اني قد وقفت على باب بيت من بيوت نبيك وال نبيك. عليه وعلىهم السلام وقد منعت الناس الدخول الدخول الى بيوته الا باذن نبيك فقلت يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم لاحظوا هنا اللهم واني اعتقد حرمه نبيك في غيبته كما اعتقد في حضرته واعلم ان رسولك وخلفائك احياء عندك يرزقون يرون مكاني في وقتي هذا وزماني ويسمعون كلامي ويردون علي سلامي وانك حجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فهمي بلذيذ مناجاتهم فاذا المؤمن عندما يقف على قبور اهل البيت سلام الله عليهم على مراقدهم الشريفه هو يسلم على ناس احياء يرزقون على اقل التقادير كحد ادنى هم شهداء عند الله سبحانه وتعالى والشهداء هم أحياء عند عند الله سبحانه وتعالى يرزقون بنص القرآن الكريم وهذا من الأمور الثابتة الأصيلة التي لا تحتاج ولا تقبل التأويل فإذا الموضع الأول في تتمة الصلاة بأنه يا إلهي أسألك أن تبلغ الإمام الكاظم عليه السلام هذه التحية وهذه السلام التي أسلمها عليه ثانيا بأنه وآتنا من لدنك في موالاته يعني كجزاء كعطيه مقابل هذه الولايه يا الهي للكاظم سلام الله عليه اطلب منك عطايا. ما هذه العطايا؟ اولا اعطنا فضلا واحسانا ومغفره ورضوانا. هذه اربعه امور اطلبها منك يا الهي ببركه موالاتي للامام الكاظم سلام الله عليه. وهذه ايضا من الامور التي تبين عظمه ومقام الامام الكاظم سلام الله عليه بانه الانسان المؤمن يرزق ويعطى من الله سبحانه وتعالى الفضل والاحسان والمغفره والرضوان. الله سبحانه وتعالى في يوم القيامه يحاسب الناس بعدله ولكن الانسان المؤمن اذا حوسب بعدل الله سبحانه وتعالى كان مصيره الى جهنم. كان مصيره الى غير هذه الدرجات التي ارادها الله سبحانه وتعالى، لانه لا يمكن للانسان المؤمن مهما بلغت به العباده، مهما بلغ به المقام بان يكون مؤديا لحقوق الله سبحانه وتعالى ولعبادته بالشكل الكامل، بالشكل الوافي. فالله سبحانه وتعالى في يوم القيامه يحاسب المؤمن باحسانه، وهذا الاحسان لا يكون الا عن طريق موالاته لاهل البيت سلام الله عليهم. الامر الاخر بانه في هذا المقام المؤمن يسال من الله سبحانه وتعالى هذه الامور وهذه العطايا نتيجه موالاته للامام الكاظم عليه السلام والاهل البيت سلام الله عليهم سانقل لكم روايه فيها بشاره للمؤمن لما ينتظره عند خروج روحه وما ينتظره في يوم القيامه لكي يعلم ويستبشر المؤمن على أنه ماض على طريق ولاية أهل البيت عليه السلام وأنه سوف يلاقي النتائج التي يريدها إن شاء الله تعالى في الآخرة ليس بفضله وليس بفضل أعماله ولكن بفضل موالاتهم وهو كما وردت الإشارة في هذه الصلاة وآتنا من لدنك في موالاتهم لاحظوا هذه الرواية عن الإمام العسكري سلام الله عليه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يزال المؤمن خائفا من سوء العاقبه لا يتيقن الوصول الى رضوان الله حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له هذه الفتره كلها المؤمن الحقيقي يكون خائفا فيها لا يعلم بانه هل يختم له بخير هل يموت على الولايه هل يموت على دين الله سبحانه وتعالى او لا الى اخر لحظات من لحظات حياته وهي وقت نزع الروح وعندما تفتح عينه ويزول عنه هذا الحجاب الذي على عينه ويرى ملك الموت. هنا ياتي ورسول الله صلى الله عليه واله وياتي ويبشره ويقول له ماذا سوف تشاهد؟ وذلك ان ملك الموت يرد على المؤمن وهو في شده علته وعظم وعظم ضيق صدره بما يخلفه من امواله وعياله. امر صعب يترك امواله وعياله ويذهب الى عالم اخر ليس بالامر الهين ولما هو عليه من شده اضطراب احواله في معامليه وعياله وقد بقيت في نفسه حسراتها واقتطع دون امانيه فلم ينلها ايضا الامر الاخر الصعب على المؤمن بان هناك الكثير من الاماني الكثير من الامور التي كان يريد ان يقوم بها الكثير من الاهداف التي لم يحققها بعد فتبقى هذه الغصه في قلبه فيقول له ملك الموت: ما لك تجرع تجرع غصصك او تجرع غصصك؟ فيقول لاضطراب احوالي واقتطاعك لي دون اموالي واموال وامالي، انا حزين على هذا الامر. فيقول له ملك الموت: وهل يحزن عاقل من فقد درهم زائف واعتياض الف الف ضعف الدنيا؟ انت هذه الدنيا كلها بمنزله ملك الموت يقول له. بمنزلة درهم زائف مزور مغشوش هل احد يزعل على هذا الدرهم الزائف المغشوش بمقابل الف الف ضعف الدنيا هل عاقل يحزن على هذا المقارنه وهذا الضياع فيقول لا فيقول له ملك الموت فانظر فوقك فينظر فيرى درجات الجنان وقصورها التي تقصر دونها الاماني مهما اراد الانسان ان يبلغ بالاماني بالطموح بان يسكن واحده من هذه القصور لا يستطيع ان يدركها حتى بالاماني حتى بالاهداف بالطموح حتى بالتخيل فيقول ملك الموت تلك منازلك ونعمك واموالك واهلك وعيالك ومن كان من اهلك ها هنا وذريتك صالحا فهم هناك معك كل اهلك الصالحين المؤمنين سيحشرون معك في هذا المكان افترضى به بدلا من ما هناك فيقول بلى والله ثم يقول له انظر هذه نظره اخرى فيرى فينظر فيرى محمدا صلى الله عليه واله وعليا والطيبين من الهما في اعلى عليين فيقول له او تراهم هؤلاء ساداتك وائمتك هم هناك جلسائك واناسك افما ترضى بهم بدلا مما تفارقها هنا انت نعم تفقد اهلك واولادك ولكن سوف تذهب وتجلس مع اهل البيت هؤلاء الذين كنت تخدمهم طول عمرك تتمنى نظره منهم ولو بالرؤيا ولو بالحلم ياتون وينظرون اليك نظره واحده تنظرهم لمره واحده هؤلاء هم جلاسك واناسك يعني يشعرونك بالانس لا يشعرونك بالغربه هناك يتحدثون معك فيقول بلا وربي فذلك ما قال الله عز وجل هذا الدليل من القران ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا فما امامكم هذه عباره من الامام من رسول الله صلى الله عليه واله فما امامكم من الاهوال فقد كفيتموها ولا تحزنوا على ما تخلفونه من الذراري والعيال والاموال فهذا الذي شاهدتموه في الجنان بدلا منهم وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون هذه منازلكم وهؤلاء ساداتكم واناسكم وجلاسكم. جعلنا الله واياكم من المحشورين مع اهل البيت عليهم السلام في الدنيا ومن الفائزين ان شاء الله تعالى معهم في الاخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.